إثيوبيا حجزت 20 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل حصة السودان كاملة و 60% من حصة مصر. شكري عن موقف إثيوبيا من سد النهضة: رفضت كل الحلول وتمادت في التعنت ضد مصر. قال وزير الخارجية سماح شكري أن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة حول سد النهضة. وقال شكري أمام جامعة الدول العربية أنه لا يوجد تغيير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة. وعبر الوزير عن تطلع مصر إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية. وقال شكري أن الوضع الراهن لسد النهضة يحمل مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها ولا تغيير في موقف إثيوبيا. أشار إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة. وعلى الأرض تسبب سلوك إثيوبيا في جفاف مياه النيل الأزرق إلى انخفاض منسوب النهر وجفاف على الجانبين وتصحر الجروف التي كانت تصلها مياه الفيضان. وبدأت تظهر آثار الملء الرابع لسد النهضة، منها انخفاض منسوب النيل وظهور الجفاف في بعض المناطق بالسودان. كما أشار إلى توقف ملايين المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة الفيضية عن الزراعة وضياع الموسم الزراعي على السودان. وفي نفس الوقت تزامن ذلك مع انخفاض الأمطار في مناطق مخرات السيول والروافد الداخلية مما أثر على الأمن الغذائي للسودان. وحالياً فإن معظم المناطق على طول النيل الأزرق والرئيسي في السودان شمال الخرطوم تعاني من انخفاض إيراد النيل. وبعد الملء الرابع لسد النهضة تم حجز جميع مياه الفيضان منذ بدء الموسم في أول يوليو وحتى 4 سبتمبر 2023، وحجزت إثيوبيا 20 مليار متر مكعب، وهذه كمية كبيرة للغاية تفوق حصة السودان السنوية و60% من حصة مصر. ويبلغ إجمالي التخزين الإثيوبي 37 مليار متر مكعب عند منسوب حوالي 622 متر فوق سطح البحر، ولا يزال التخزين الرابع مستمراً حتى وصل منسوب المياه خلف سد النهضة إلى 623 متر بإجمالي 38 مليار متر مكعب. وأن يتوقف الملء الرابع لسد النهضة في أي وقت خلال الأيام القليلة القادمة حتى 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 متر. وتزعم إثيوبيا أنها تقوم بملء خزان سد النهضة لأغراض التنمية وتوليد الكهرباء عبر تمرير المياه من توربينات السد، ولكن خبراء قالوا أن إثيوبيا لا تحتاج إلى تخزين أي كميات من المياه بالنظر إلى أنه يهطل عليها سنوياً 950 مليار مكعب من المياه. وتعتبر إثيوبيا أكبر منطقة في العالم يهطل عليها أمطار سنوياً فوق الهضبة الإثيوبية والتي تشكل مصدر لا ينضب للمياه العذبة. فهل تستمر إثيوبيا في تعنتها وتستكمل حجز مياه النيل عن مصر والسودان؟